طيب نواصل يا جماعة. طيب يا جماعة نواصل فيما بدأناه في الجانب بتاع تصميم قواعد التصميم اللي هو صفحات الويب الديناميكية اللي فيه تتفاعل مع المستخدم ومع إمكانية إنه ممكن تتعامل مع الداتابيس من غير أي مشاكل. وبنحاول نعمل أبديت على مستوى الجدول بتاع الدفعات، وبعد ذاك نشوف الحاصل شنو. طيب الصفحة بتاعت الدفعات هنا اسمها اللي هو ليست باتش. في الليست باتش يا جماعة، هنا في الليست باتش عندنا اتنين ما امكانية انه ممكن نضيف اللي هو رو رابع. هنا نحن في التيبل نحدد التيبل كله، وبعد كده بدل يكون عندي اتنين كولم يكون عندي شنو يا جماعة؟ تلاتة كولم. دي هنا تلاتة كولم، ممتاز. دي هنا نسميه شنو يا جماعة؟ تعديل. نسميه شنو يا جماعة؟ نسميه تعديل. ودي اللي هو هنا مفترض يكون في اللي هو زر بتاع تعديل يعني مثلا، او ممكن دي نسميها بدل هنا نسميها اجراء. ودي يكون فيها شنو يا جماعة؟ فيها الاسم بتاع التعديل، وهنا الاسم بتاع التعديل المفترض نحدده. وبعده انه دي توديني لصفحة اسمها ابديت باتش. ابديت باتش ما عملناها، لكن انا معناها فيما بعد. بنمشي لانسيرت اللي هو تاج، في التاج نمشي ل A، ومن A نمشي كده، وبعد ذاك الصفحة حقتنا ممكن نسميها update underscore batch dot php. ممتاز جدا. نعمل اللي هو كنسل كده، اللي هو نحن كملنا السايد بتاع التعديل. نمشي ننشئ الصفحة حقتنا اللي اسمها باتش. طيب او اسمها شنو؟ اسمها ابديت باتش. طيب انا اللي ممكن اعمل لها كوبي عشان بس ما اخبط في الاسم، كنترول سي، وبعده نمشي نعمل اللي هو كنترول ان، وبعده اللي هو كرييت، وبعده نعمل كنترول اس، كنترول في، نعمل سيف. نمشي للصفحة الأولى حقتنا بتاعت الـ A، نعمل كنترول A كنترول سي، وبعده هنا كنترول A كنترول سي. نمشي هنا الديزاين بيجيني عادي من غير أي مشاكل. طيب هنا في الجانب بتاع الكونتين نعمل اللي هو نعمل فورم، وفي داخل الفورم نعمل فيه اسم الدفع، وفيه الزر بتاع التعديل. طيب نمشي لانسير فورم فور، وداخله نمشي لانسير تيبل. تيبل فيه اسم الدفع، نقول اتنين تلاتة صفر، وكم كولم؟ اتنين كولم. وده يجيني في المنتصف، التكس الاين سنتر. ديل انا ادمجهم سوا. هنا ننشد الرو، وهنا دي ممكن دي تكون هيدر، ودي هنا يكون تعديل. نقول تعديل الدفع، تعديل الدفع. هنا عندنا شنو يا جماعة؟ عندنا اسم الدفعة. نضيف لها انبوت، هنا نضيف لها انبوت عادي. insert form text field، دي نسميها بي نيم، ممكن نسميها بي اندرسكول نيم، ما في اشكال يعني. من شروط تعريف المتغير الا يكون هناك فراغ في تعريف المتغير. وهنا يكون عندي اللي هو الزر حقي بتاع اللي هو التعديل، نسميه ممكن نسميه ابديت، ما في اشكال يعني. طيب ودي نسميه نبدل الاسم اللي هو تعديل، ممكن نقول تعديل بيانات الدفعة، تعديل بيانات الدفعة. وهنا برضه يا جماعة ممكن في الحتة دي نعمل اللي هو زر يكون هيدن، اللي هو يكون شنو يا جماعة؟
هنا للايديا بيجي للدفع ذاته، هنا يكون ندير للهيدنج يعني هي تهدينا هيدنج فيلد، بس نخليه هيدنج فيلد ما في اشكال. طيب كلام جميل جدا. هنا يا جماعة وين في الليست بتاع الدفع ذاته انا ما داير انا ما داير الزير يا جماعة يمشي ساي، انا داير انه الزير يمشي ومعه حاجة اسمها شنو يا جماعة، ومعه حاجة اسمها اللي هو اي دي مفترض هنا اللي هو نقول له برايمري كي، نقول له هو اسمه اي دي او اسم بي اي دي، القيمة حقته اللي هو يجيبها من اللي هو الاستعلام حقي اسمه بي اي دي وبعده نعمل شنو يا جماعة، نعمل اوكي يعني ما يمشي ساي يعني فور اكزامبل. طيب لما نمشي تقرير الدفعات هنا شوفوا لاحظوا هنا في الشريط هنا جنب لنا يعني دي اللي هو الاي دي حقها واحد ودي الاي دي حقها اثنين ودي الاي دي حقها ثلاثة، عشان انا يعني يقدر يميز لي انه دي جاية من وين دي ليه اي دي. لما نمشي هنا لاحظوا انه الاي دي بيتغير، هنا بيقول لك اي دي كم، اي دي واحد، لو رجعت ومشيت قلت اللي هو للثاني قال لك انه دي الاي دي حقها كم اي دي، معناه انه التعديل بيتم بناء على الاي دي، التعديل بيتم بناء على شنو يا جماعه، بناء على الاي دي. عشان كده يا جماعه يعني هنا مشيت للبراوزر وفي البراوزر انا قلت شنو يا جماعه، قلت انه ما يمشي ساي يمشي باستخدام حاجه اسمها شنو يا جماعه اي دي. اوكي كلام جميل جدا. طيب نمشي لهنا الابديت دي يا جماعه، ممكن الجدول ده نحاول نخفي حاجاته، نمشي للتيبل اللي هو الاطار حقه، نقول له الاطار بدل هنا نقول له زيرو، ممتاز. بعد الاطار يا جماعه مفترض يكون عندي استعلام يعرض فيه الحاجات دي. اوكي الهيدن دي مفترض يكون شنو يا جماعه، عنده نمشي لريكورد هنا في الريكورد، نمشي لحاجة اسمها دي ممكن نسميها يو ابديت، يو ابديت او استعلام بتاع شو، ممكن نقول شو شنو شو باتش، يعني بس دارين نعرض الباتش او الحاجات الجاية علينا. طيب نعمل تيست لما استجد يا جماعة، هنا عايزين باتش، ممتاز. يلا كده انا ما داير انه كل الاستعلام، انا داير استعلام بناء على اي دي، يعني لما اقول له كده الاي دي ده يجي من وين، يجي من يو ار ال بارامتر، يعني من فوق يو ار ال بارامتر، ممتاز. لما نعمل تيست يعني مثلا عملت لي واحد يعرض لي شنو يا جماعه، اللي هو ناس الدفعه الاولى. اوكي كلام جميل جدا. وبعده نمشي نعمل اوكي وهنا نشيل البي نيم، نحطها في وين يا جماعة، نحطها في داخل الكلام ده، وإما بالنسبة لدي يجيبها من اللي هو البي نيم، نعمل أوكي كده نحن شغلنا كله تمام. نرجع لما نعمل ريفريش لاحظوا بيجيب لي الدفعة الأولى. طيب نرجع لما نمشي الدفعة الثانية لاحظوا البيانات بتتبدل لشنو يا جماعة، الدفعة الثانية، ممتاز جدا. لما نمشي للثالثة البيانات بتجيبني شنو يا جماعة، الدفعة الثالثة. الباقي في انه لما اعمل تعديل يعدل لي المعلومات ويرجعني للصفحة بتاعت شنو الليستي او اللي هو فيها الارض بتاع المعلومات. اوكي كلام جميل جدا. طيب نعمل شنو نحن هنا، نمشي لحاجة اسمها سيرفر بيهيفير، نمشي لعلامة الزايد دي، وبعد في حاجة اسمها ابديت ريكورد، ابديت ريكورد. طيب هنا ما عايزين ستيدن، عايزين باتش، و دي اللي هو البي نيم يجيبها من حاجة اسمها بي اندرسكول نيم،
ودي تكون اللي هو لا لا ما انتجر يا جماعة، دي من النوع التكس. اما دي يا جماعة دي البرايمري كي حقي، دي اللي هو البرايمري كي يشيلها من الهيدنج، اجيبها عبارة عن برايمري كي. طيب لما يعمل انسيرت يمشي لهذه الصفحة، يمشي لصفحة اسمها ليست باتش، يمشي لصفحة اسمها شنو يا جماعة؟ ليست باتش. كده نحن قفلنا اللي هو المعلومات حقتي، في كمان عندنا اي اشكال عملنا سيف، وهنا نعمل كنترول اف، نرجع للصفحة وهنا برضو نعمل لها تحديث. لما نمشي هنا بدل الدفعة الثالثة اعمل ذو الكفل كمان، مثلا ذو الكفل كمان عملت تعديل بيرجعني قال لك ذو الكفل كمان. لاحظوا لو مشيت برجع عادي برضو للدفعة الثالثة، الدفعة الثالثة كده، انه الموضوع بتاع شنو يا جماعة؟ الموضوع بتاع اللي هو التعديل اللي هو تم معي من غير اي مشاكل، نحن عملنا الكود بتاع التعديل. المحاضرة البعدية او الجزئية البعدية مفترض نعمل بتاع الدفعة بتاع التخصص، برضو مفترض التخصص يكون فيها عرض وبيكون فيها تعديل وبيكون عندها إضافة، بيكون عندها شنيا زي ما بيكون عندها إضافة لغاية